لما لقيت رياض محرز واقف على الخط في الدقيقه 87 قلت لا، وبيب جوارديولا بيهرب ولا ايه؟ هو مش معاد محرز عشان خاطر هيلعبه الماتش بتاع ويست هام في الكارابينج يوم الاربع اساسي؟ ايه اللي بيعمله بيب ده؟ انا عارف ان جيسوس تعب ومفترض ان هو غيره، والناحيه الثانيه كان مغير جاك جريليتش ومغير الكاي جندوجان، بس عادي رياض محرز ولدنا برضه ينزل يلعب الثلاث دقايق دول عشان رياض يقول لي فجرت يا اخي، انا ممكن اقعد 5 دقايق في الملعب اسجل هدف. الله، انت ما تعرفش جاك جريليتش بقى، جاك جريليتش موجود معانا من اول الدوري عايزين يجيب هدف بس ما بيجيبش، انما انت يا ولدنا بتنزل تسجل في 5 دقايق. والله هذا فخر العرب بالنسبه لي كمشجع سيتي، والله والله هذا ابننا يابا، والله هذا لازم يلعب اساسي المباراه الجايه في الكارابين كاب، ولازم يلعب اساسي في البوكسنج دي والزحمه اللي احنا هنخش فيها في الماتشات دي. عزيزي النهارده عملنا نص ساعه حلوه، بصراحه عملنا نص ساعه حلوه، تحمست كده وقلت ان احنا ممكن نجيب السبعه اللي جابوهم تشيلسي من شويه في نورتش سيتي عشان جبنا 3 جوان في نص ساعه، قلت كويس والله في فودن عمل مباراه جيده جدا. كاي جندوجان في لقطه الهدف الاول قدر ان هو لقطه الهدف الاول كان فيها كلام كتير، لان جابريل جيسوس اشترك مع الحارس سانشيز في الست ياردة والكره وقعت منه وجات لبرنالدو، برنالدو لعبها لكاي جندوجان، سجلنا الهدف الاول في اول 8 دقائق وخلصنا بالشكه بقى يا معلم، واللي عنده معزه يربطها عم جراهام بوتر. انت الجو بتاع الكره الحلوه والجميله ده مش هياكل معانا النهارده، لان احنا النهارده هنيجي ندوس على دماغ التخين. معلش يابا انت مش تخين، والفرقه بتاعتك كويسه، بس معلش يابا احنا جايين نكسب النهارده، مع راعي ان اخوك برده جايين ينافسوا على الدوري، برده ما مش تشيلسي لوحدهم اللي بينافسوا على الدوري ولا ليفربول لوحدهم اللي بينافسوا على الدوري، لا بقى معلش بقى احنا جايين ننافس على الدوري السنه دي، وحقنا برده ان احنا نيجي ننافس على الدوري وندافع على اللقب بتاعنا علشان خاطر نسجل الهدف الثاني عن طريق ولدنا في الفودن. بس بصراحه الواد جاك جريليتش وهو جون فاضي عملها كده حته اشرف بن شرقي وزيزو امبارح، لو خد يابا سجل سجل الواد في الفودن، انا بجيب اجوان بقى، انت بتجيبش اجوان، انت اخرك تبصيل الباصه دي عشان خاطر نقعد بقى كلنا نستنى جاك جريليتش يسجل. لا هو بيشوط بس في رجل سانشيز الحارس، ما بيسجلش خالص، هو مش جاي يسجل، هو جاي يعمل اسيستات. تمام يابا انت معلم ومالناش دعوه بموضوع التسجيل ده. جابرييل سجل الهدف الثالث، بس تقريبا كده ما اتحسبش لجابرييل، هو تقريبا كده ما اتحسبش لا اتحسب لفيل فودن، مش عارف ازاي مع ان جابرييل هو اللي شاط الكوره بتاع لقطه الهدف الثالث، بس اتحسبت لفيل فودن. بعد ما اتحسبت لفيل فودن بقى هو اكيد طبعا فيل فودن اللي سجلها، مع جابرييل ازاي اللي سجلها؟ عادي الواحد ساعات كده الواحد بيتوه في الفيديو. جابرييل بعد ما شاط الكوره، لا هو مش هو ليه مقتنع ان هو جابرييل يا عم؟ والله ما جابرييل يا عم اللي جاب الجون فيل فودن، بعد ما فيل فودن ما جاب الجون نمنا بقى، شدينا لحاف ونمنا بقى، خلاص سجلنا الهدف التاني، انا سجلت رابع انا نام اساسا، والشوط الاول خلص اهو، والشوط التاني يعني الولاد بيختبروا جوده ولدنا ايدرسون كحارس مرمى كويس وعمالين يشوطوا عليه. طب يا جماعه نسجل؟ لا ولا معلش يا اخي قفلنا على كده، ثلاثه حلوه والحياه حلوه ولذيذه. طيب نغير بقى، نغير ننزل كيفن دي بروين ونطلع ايكاي جندوجان، ونفكر كمان ان احنا محتاجين ننزل فرناندينيو علشان خاطر يعني محتاجين ننسى الكوره في نص الملعب كده، وهننزل رياض في اخر دقايق، ورياض زي ما قلت لك اول ما نزل سجل وعرفت تسهيل وخلصنا الماتش 4-1، الحمد لله يابا مربوحه ومزيانه بزياده يابا. انا عجبك هذا الفيديو فوالله انت برنس كده، واخي انت كريم جدا والله، واللي بيعجبك فبراحتك يا برنس، الحقيقه ذوق، في الحالتين اشتركوا في القناه معلش.